وانا جايكم بالموعد. ويا ابوك غير على مود الخطوبه، وانا جاي بطريق عرض كلب بس مو كلب. كم تقول نمر اخذ له ابره منا. يا هذا كلب بيت هليل. اي بيت هليل. صارت بيه النوم سوله. شنو؟ قمت اركض بالليل ورا البزازين. في ملكو في ايه؟ مين اللي جه؟ انا اسفه حبيبي يمكن ظلمتك. إيه؟ تفضل تفضل تفضل. طب مش تقولي ان في ضيوف. اهلا وسهلا. اهلا 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 يا حبيبي. اهلا شرفت البيت ونورت. هم دول الشباب، ده الشباب اللي تفتح النفس، دول العرسان اللي الواحد بينتظرهم بفارغ الصبر. تفضل حضرتك اقعد. نعم تفضل اقعد. شلونك عمو؟ نعم شلونك عمو؟ وبلع هل وماذا؟ بابا ايش بيك ما عرفته؟ هذا محظوظ اللي كان يريد يجي يخطبني. مش ده اللي كان المفروض يجي من 5 ايام؟ ايه اللي اخره؟ صح بابا قبل 5 ايام، بس هو جاي يريد يخطبني. عضل عضت لي سيارة. ايه عضت لي سيارة سلوقي سلوقي بقعة عضتني. السيارات بتعض؟ يا ستي يا الشباب، الشباب اليومين دول مخهم بايظ. بس ولد امور شكله is good looking، وانتي كده سيبينا انا بقى. مبروك مبروك عليكي مقدما. تشرب حاجات؟ حابه تشرب شاي؟ هاتي له شاي في سطله. ها حاضر. وما تحطيش سكر، حطي عظم، عظم ناشف. حاضر. من عيوني. السيارة جامد. حاضر. شكرا قوي. أهلا وسهلا. وحضرتك بقى خريج إيه إن شاء الله؟ عمو أنا خريج كلية العلوم. كلية العلوم. العلوم. وناوي تشتغل إيه إن شاء الله؟ أشتغل بالليل. هسا الآن قمت أشتغل بالليل. بالليل؟ اي اركض ورا اللي ما شاء الله القطاطين. تعمل حاجه البزازين القطط. قطط؟ ايوه. يعني انت شغلتك بالليل تجري ورا القطط؟ ايش تسوي؟ من ورا العضه. وجاي تخطب بنتي؟ اي. وانت خارج طب ما رحتش تتعالج في مستشفى بعد ما السياره عضتك؟ الله العظيم على اخر الزمن، كلب جاي يخطب بنتي انا؟ ايه اللي جرى؟ ايه اللي جرى للناس؟ بابا هو العريس وينه؟ 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 ديله باظ منه فراح يدور عليه. ليش بابا انا احبه؟ قلت له ما تخطبش بنتي من غير ديل، لازم ديل عشان تخطب. جايبه لي واحد كلب عضه كلب. انت اتجننتي يا حبيبتي؟ استني واحد يكون عضه حمار يبقى كده في راحة، يفضل طول النهار.